على بركة الله ندوزو المادة رقم جوج بالنسبة للناس اللي عندهم الجهوي سواء أولى باك المتمدرسين ولا الناس اللي عندهم باك ليبر. دونك كيما شفنا في الفيديو ديال الفرنسي داكشي الشيما كامل ديال الامتحان كيفاش كيتحط راه نفسه اللي عند الناس الجهوي المتمدرسين هو نيت اللي كاين عند بكالوريا حر، غير هو الفرق كاين في لي زوفر. الناس ديال السيزيام عندهم أنتيغون، لو ديرني جور دان كونداني أو لا بوات أميرفي، أو نسبة ديال الباك حر عندهم كونديدو لوبتيميزم، إل إيتي أون فوا أن كوبل فيو أوغو أو لو بير كوريو. دونك حتى هاد المادة هادي ديال العربية حتى هي نفس الحوايج اللي كاين عند الناس ديال المتمدرسين هما اللي كاين عند باك حر. قبل ما نهضرو على هاد المادة هادي أو الديتاي ديالها أو كل مكون كيفاش غادي نخدموه ونابليكاو عليه باريتو، عندي واحد الملاحظة بسيطة جدا. حيت دابا تقريبا درت ثلاثة ديال الفيديوهات، درت فيديو ديال المات، درت الفيديو ديال دراسات الدالة، درت فيديو على حساب اللغة الفرنسية، درت فيديو بخصوص البرودكسيون إكريت. دونك هادو ديجا راه ربعة ديال الفيديوهات، ودرت فيديو الخامسة بخصوص ديال الشيمي. وكيجيوني واحد التعاليق بزاف اللي أنا ما كنفهموش وما كيدخلوش ليا الراس. كاين واحد الفئة اللي تتقول لي بلي راك طولتي في الفيديو، انا ما فهمتش كيفاش الواحد كيمشي يضرب تماره وتمشي تيقلب ليك على اللاصق ديال واحد الماده وتيجي تيلخصو لك في نص ساعه. الوغ كرا البروغرام الا جينا بغينا نقراو راه خصنا فيه يومين ثلاث ايام سيمانه كامله، ما نحبسوش نبقاو كنقراو فيه غير هو. دونك راه نص ساعه اللي غادي تاخد غادي تكون فهمتي لو برينسيپ ديال الماده كيفاش دايره، ما غاديش تبقى تالف. دونك هذيك نص ساعه راك ربحتيها احسن من انك تبقى تالف وتدوز خمسه السوايع ولا سته السوايع وانت ما عارف شنو غادي دير. اذا هاد نص ساعه اللي كتاخد من وقتك راه واحد الحاجه اللي غادي تستافد منها، ماشي نص ساعه اللي غتفرش الفيديو صافي وغادي تلوحها، بالعكس راه غادي توضح لك بزاف ديال الامور. هذه من جهه. من جهه اخرى كاين واحد الفئه اللي تتقول لي بلي راك ما قلتي حتى شي حاجه في الفيديو، راه ما يمكنش عاوتاني انا ندخل لك لواحد التفاصيل وواحد الديتاي ديال واحد الحوايج اللي انا ماشي من الاختصاص ديالي. كاين اساتذه اللي غيشرحوا لك هذيك الحاجه كيفاش غادي دير ليها، اما اللي جيت انا عاوتاني نشرح كل حاجه راه ما غاديش نسالي. دونك كاين الناس اللي كيقول لك راك طولتي بزاف، وكاين الناس اللي كيقول لك راه ما درتي والو. وانا ديجا في اول فيديو قلت لكم بلي راه غادي نخدموا على باريتو. شنو هو باريتو؟ هو كنشوفوا شنو هما لي زاليمون اللي تيتحطوا في الامتحان. يعني في المراجعه ديالي ما غنمشيش نراجع كلشي، غنمشي نركز على واحد الحوايج اللي تيتحطوا وغنتعلم كيفاش نجاوب عليهم باش نضمن النقط ديالي كامله ولا لو ماكسيموم ديالها، بلاصه ما اني نبقى نضيع الوقت ونقرا بزاف ديال الحوايج وفي الاخر القراسي يجيب 9 ولا 10 ولا 7. دونك كيفاش يمكن لك تخدم بهاد الفيديوهات اللي كنحطو تستافد منهم؟ كتفرج في الفيديو تتشوف شنو هما الحوايج اللي غتركز عليهم، ديك الساعه سير قلب عليهم، ديك الساعه كتب العنوان ديال داك الدرس مثلا اللي غنقول لك سير قراه ولا الحاجه اللي خاصك تمشي تقلب عليها، وقلب عليها وشوف ديك الساعه الديتاي ديالها. اما انا راه غنعطيك غير رؤوس الاقلام وشنو الحوايج اللي تيتحطوا ديما، يعني النهار اللي غادي تمشي للامتحان غادي تلقاهم محطوطين تيتسناك. وما تنساش ملي تعرف شنو هما الحوايج تمشي ترين عليهم ضروري ما خصك تدوز الامتحانات الجهويه باش تولي عندك واحد المنهجيه وتعرف كيفاش تدوز داك الامتحان ديال اللغه العربيه قبل ما تمشي ليه. الو دابا غادي ندوزو للماده ديال اللغه العربيه. اول حاجه المعامل ديالها جوج، لا بالنسبه ديال باك حر لا بالنسبه للناس اللي عندهم الجهو. المعامل ديالها هابط واحد شويه بارابور الفرنسي، الا انه مجموعه ديال التلاميذ ما كيديوهاش فيها ما كيتسوقوش ليها وتيقول لك العربيه واخا ما نقراش ليها نمشي ندوز انا نقدر نجيب فيها واحد النقطه. دونك هاد الماده هادي كتبغي تعرف كيفاش تتعامل معها زائد تكون كتريني، حيت كاين مجموعه ديال التلاميذ اللي يقول لي بلي راه ما عنديش مع التعبير في اللغه العربيه. ضروري خصو يكون عندك معاه، الا ما كانش عندك معاه غادي ترين. يعني تخدم واحد المجموعه ديال الجهويات وتقرا واحد المجموعه ديال النصوص اللي عندهم علاقه بسميتو بالمواضيع وبالمجزوءه اللي عندكم في اللغه العربيه، بشكل كتنمي واحد شويه الفكر ديالك، يكون عندك واحد الروابط اللي المصحح فاش كيشوفها في الاجابات ديالك كيعطيك النقطه ديال كامله وما كينقصش منها. دونك في الامتحان غادي تلقى ثلاثه ديال الحاجات، غتلقى مكون نصوص، غتلقى مكون لغات، غتلقى مكون تعبير والانشاء. المكون ديال النصوص عليه 10 ديال النقاط، المكون ديال اللغه عليه 4 ديال النقاط، المكون ديال التعبير الانشاء عليه 6. الناس كيبان لهم هذا المكون ديال النصوص عليه 10 نقاط كيقول صافي غادي نمشي للامتحان غادي نقرا النص غادي نجاوب غادي نجيب 10 ديالي. دونك ديجا 10 ضمنتها. المكون ديال اللغه نمشي نقرا غير بالزربه داك الشيء ديال سميتو ديال الدروس ولا كيبانوا ليه مثلا كثار ما كيقراهمش ما كيتسوقش ليها، وكيقول مكون التعبير الانشاء اصلا حنا عندنا مع شويه ديال العربيه دونك نقدروا نعبروا كذا وهادي ونجيبوا هذيك 6 ديال النقاط. دونك على الاقل على الاقل الا ما جبتش مزيان راه في الاخر غتولي عندي النقطه ديال 11 ولا 12، في حين هادشي كامل خاطئ. ممكن تجيب واحد النقطه صغافة، ولكن الا بغيتي واحد النقطه مزيانه يعني من 15 الفوق ضروري ما تتبع معايا هاد الفيديو حتى غنعطيك اللاصق في اي امتحان جهوي مشيتي شفتيه دابا قديم ولا الامتحان اللي غدوز هاد العام غادي تلقى فيه هادشي اللي غنقول لك. التركيز فين خصو يكون؟ يعني انا ضروري كنقول في الاول كاين واحد المحور اللي خصك تركز عليه، اللي خاصك تركز عليه هو المحور ديال النصوص.
هو اللي خاصك تدوسي الوقت ديالك بزاف، وراه بسيط جدا الا ترينيتي فيه على ليكزيرسيس. من موراه دوز المكون ديال التعبير والانشاء، حتى هو عنده ميثودولوجي ديالو، حتى هو عنده خدمه ديالو بوحده. واخر حاجه هو المكون ديال اللغه. شاد المكون ديال اللغه ما يخلعكش بزاف، حيت في الغالب ديال الاسئله غنشوفوا حنا شنو تيتحط، راه ما كتكونش شي حاجه اللي اعجازي. دونك عاد ربعه النقط راه او موا غادي تضمن فيها واحد جوج، دونك عندك ديجا واحد جوج. ولكن هذا المكون ديال النصوص اللي ما عرفتيش كيفاش تكتب، لما فهمتيش النص، لما درتيش بزاف ديال الحاجات، راه ما يمكنش انك تجيب هاد 10 كامل. دونك دابا غندوزو لكل مكون ومناش كيتكون والاسئله اللي تتحطوا فيه والاجابات كيفاش الواحد خصو يجاوب. ولكن غير قبل ما ندوزو لهاد المكونات والديتاي ديال، عندي غير واحد الملاحظه بسيطه. خصك ضروري تكون عارف شنو هو الهدف من هذا الامتحان ديال اللغه العربيه. كما شفنا في اللغه الفرنسيه بلي الهدف من هذاك الامتحان هو نشوفك كتفهم واحد النص بالفرنسي، وكتقدر على انك تعطي الراي ديالك فيه، يعني تقدر تحلله وتقول لي واش انا متفق مع هذاك الكاتب ولا ما متفقش معاه. وفي الاخر كنجي وكندير واحد التعبير بالفرنسي. دونك جوج ديال المهارات مهمين في الامتحان ديال الفرنسي هي تفهم، تحلل النص، تعطي الراي ديالك، وفي نفس الوقت تكتب لينا واحد المقاله ولا واحد تيكست ارغومونطاتيف اللي تعبر فيه على واحد الراي ديالك وتدافع عليه واحد القضيه. نفس الحاجه اللي عندنا في اللغه العربيه، مطلوب منك انك تقرا واحد النص، تفهمه، تحلله، تشوف الاساليب الحجاجيه اللي استعمل الكاتب باش انه يقنع ويدافع على القضيه ديالو، وفي الاخر دير لينا واحد التركيب وتعطينا الراي ديالك في هذاك الشيء اللي قال الكاتب. زائد في الاخر كنعطيوك انك تعبر لينا باللغه العربيه، يعني كنختبروك وكنشوفوا التعبير ديالك في اللغه العربيه كيفاش داير. هذا هو المطالب فيه في الامتحان. اذا ما كنتيش عارف شنو هو الهدف من الامتحان، غتبدا غير كتخربق، غتمشي كتقرا كلشي ما تفهمش شنو هما الحوايج اللي مهمين. داكشي علاش ديما تنبداو بالواي، هو علاش اصلا تيدار هذا الامتحان وشنو هما المكونات ديالو الاساسيه، عاد باش كندوزو شنو هما الاسئله والديتاي والتفاصيل. دونك هذه غير ملاحظه مهمه، ديما اي ماده بغيتي تراجعها وتبغي تقرا عرف شنو هو الهدف منها، يعني علاش حنا كنختبروا فيها وشنو هما المهارات الاساسيه اللي خصهم يكونوا عندنا. دونك المهارات الاساسيه اللي كاينين في المكون ديال النصوص، اول حاجه هي الملاحظه ديال النص. ديما كيكون واحد السؤال عليه واحد النقطه في الاول، تيقول لك غير من خلال العنوان ديال النص شنو كيبان لك، يعني شنو هو الموضوع، افترض لينا الموضوع ديال هذا النص هذا. ولا كيقول لك من خلال الفقره الاولى، قرا لي الفقره الاولى وافترض الموضوع ديال النص. ولا كيقول لك قرا لي البدايه ديال سميتو ديال الفقره الاولى ولا النهايه ديال الفقره الاخيره. ولا تيقول لك قرا لي الاول ديال الفقره الاولى والاول ديال الفقره الثانيه والاول ديال الفقره الثالثه والاول ديال الفقره الرابعه وافترض معايا موضوع النص. ولا تيقول لك لاحظ معايا العنوان والفقره الاولى وافترض لي عنوان النص. ولا يقدر يسولك واحد السؤال اخر ديال اعطي عنوان للنص. دونك هذه عليها واحد النقطه، ولكن خاصك تعرف كيفاش تجاوب. كاين الناس اللي كيجيو كيبداو يكتبوا نيشان، لا، في العربيه ضروري قبل ما دير الاجابه ديالك خاصك دير ليها الصياغه. يعني حتى لو كانت هذه عليها نقطه وجيتي عطيتي الفرضيه ديال النص ولكن ما زدتيش واحد وما درتيش واحد الصياغه لذاك الجواب، يقدر يحسب لك غير نص، ما يحسبش لك نقطه. ها هي واحد النص مشات لك هكا. هذا النص ديالاش هي انك تكتب واحد الجمله في الاول من خلال ملاحظتنا للنص وقراءتنا للفقره الاولى نفترض ان موضوع النص هو ولا ان النص سيتحدث عنه. هذه الجمله الاولى ديجا راه هذه الصياغه ديال الجواب، هذه عليها نص. عاد باش تكتب ليا الفرضيه ديال الموضوع ديال النص. دونك عندك تجي تكتب الاجوبه غير هكا، تكون غير كتجاوب هكا، لا، ديما الصياغه، ديما نلاحظ ولا من خلال نلاحظ مما سبق كذا، ضروري خصك التعبيرات. هذا كيعني بلي عندك مع العربيه، ماشي انت باغي تسلك باغي تجاوب دغيا بالزربه. دونك هذه النقطه الاولى. من موراها كنجيو للمهاره ديال الفهم، كيقدروا بزاف ديال لي بوسيبيليتي يكونوا فيها. من الغالبيه كيقول لك شنو هي الفكره الاساس ديال النص، دونك خاصك تقراه كامل وتحاول في واحد الجمله تعطيني الفكره الاساس. الا طولتي جوج جملات الفكره الاساس ما عمرها ما كيكونوا فيها 4 سطور 5 سطور، لا، جمله جوج جملات ماكسيموم، هذه هي الفكره الاساس. لخص لي داكشي كامل في جمله جوج جمل. ولا تيقول لك الافكار الاساسيه، شنو الافكار الاساسيه؟ عندك 4 ديال الفقرات، دونك الفقره الاولى عندها فكره، الفقره الثانيه فكره، الفقره الثالثه فكره، الفقره الرابعه فكره. دونك كتلخص لنا كل فقره في واحد الجمله. دونك هذا السؤال الاول ولا جوج اسئله اللي كتقدروا تحطوا في الاول. موراها كيقدر يجي يقول لك شرح لي القول ديال الكاتب، يعني كياخذ واحد الجمله من النص ويقول لك شرحها ليا. عندك تجي وتكتب القول ديال الكاتب كما هو وتشرحه بهذوك الكلمات، لا، خاصك ديرو بواحد الصياغه اخرى بالنسبه لواحد الشخص اللي ما فهمش شنو قال هذاك الكاتب. يعني كيكون واحد الكلمات اللي انت كتحاول تقلب لهم على المرادفات ديالها ودير واحد الجمله مركبه وانت شرحتي القول ديال الكاتب. هذه كتحط هي بزاف. عاد باش اخر حاجه سؤال مباشر،
شي سؤال مباشر مثلا في النص كيقول الكاتب باللي مجتمع المعرفه ينتمي لواحد جو سي با واحد المجتمع ديال كذا كذا كذا، غتجي في سؤال مباشر غيقول لك لاش كينتمي المجتمع ديال المعرفه مثلا، هذا اكزومبل. دونك غتشدها من التكست وغادي تجبدها، ولكن ما تكتبهاش عاوتاني كيما مكتوبه في النص. حاول ما امكن انك دير الصياغه ديالك انت في اللغه العربيه، خاص ديما الصياغه ديالك، يعني داكشي اللي كتجيبو من النص حاول تبدل فيه واحد شويه وتستعمل فيه واحد المرادفات. دونك هذا كيكون سؤال مباشر مباشر مباشر، بحال داكشي اللي شفنا في الفرنسي ديال غولفي دو تيكست، راه نافت حاجه عاوتاني كنجيو كنلقى واحد السؤال مباشر تجبد من النص واش تحطو تجاوب. غير قلت ليك خاصك تكتب عاوتاني واحد الصياغه بحال هذا مثلا الشرح ديال القول ديال الكاتب، ماشي تجي تشرح نيشان، لا يقصد الكاتب من خلال قوله كذا وكذا وكذا وكذا، ماشي هاد جيو تبدا تكتب نيشان، لا ديما بدا الصياغه ديالك. السؤال المباشر ما غاديش تبدا تجاوب وتبدا تاخذ من النص، لا غتقول مثلا من خلال قراءتنا للنص مجتمع المعرفه ينضم ولا ينتمي ولا شي حاجه بحال هكا. دونك هذه كتكون على ثلاثه ديال النقط. دونك شفنا السؤال شنو هو الاجوبه ديالو. ثالث حاجه هي التحليل. دونك هنا واحد شويه ديال التحليل، هادشي خاصك ضروري تكون عارفه، الا ما كنتيش عارفه قبل هذا راه تمشي الامتحان ما عرفتيش كتجاوب. هادشي ممكن انك دابا زعما صافي غير هادشي اللي قلتك دابا تمشي تبدا تريني في الامتحانات، ولكن هاد التحليل هذا كاين عنده بحال قلتي لغات، بحال هادشي اللي غنشوفوه هنا في مكون لغه تقريبا بحال. اول حاجه هو الحقول الدلاليه والعلاقه بيناتهم، هادي ديما تتحط ديما كيقول لك عندنا في النص واحد الحق الدلالي على التكنولوجيا، عندنا واحد الحق الدلالي على العلم، عندنا واحد الحق الدلالي على المعرفه، عندنا واحد الحق الدلالي على الاقتصاد، خرج لي واحد 4 الكلمات من كل حقل وفي الاخر عطيني علاقه بيناتهم. دونك في العلاقه كتكون سواء ترابط سواء تضاد سواء انسجام سواء تاثير وتاثر سواء تلازم، المهم على حساب لوكا انت كتستخلص هذيك العلاقه. ثاني حاجه هي الاساليب الحجاجيه، كيقول لك استعمل الكاتب مجموعه ديال الاساليب الحجاجيه، خرج لي شي اسلوب ولا جوج ولا ثلاثه من النص وعطيني الجمله. دونك هنا خصك تمشي تقرا على الاساليب الحجاجيه، شوف شنو هما الانواع اللي كاينين. بحال مثلا كاين الاسلوب التقريري، وقيلا جو بونس حتى الاسلوب الوصفي، المهم تمشي تقلب. دونك انا دابا قلت ليك، دونك كتقول لي هنا علاش ما قلتيش ليا وانا ما عارفش، دونك انت خصك تقلب عند اهل الاختصاص. من مورا كيقول لك استعمل الكاتب الاسلوب التقريري، بين هذا الشيء من النص وعطينا الوظيفه ديالو. الغالبيه الوظيفه كتكون هي اقناع القارئ بوجهه نظر ديالو، ولا اقناع القارئ بتبني الراي ديالو. دونك الغالبيه كتكون هذه هي الوظيفه. دونك كيكون الاسلوب التقريري في الغالب حيت كيكون مقال، كاين الاسلوب الانشائي ولكن تيكون في الشعر واقيلا او شي حاجه، ولا في المسرح ولا شي حاجه بحال هكا. ثلاثه ديال النقط هادو ثلاثه ديال الاسئله، وحده فيهم المهم كيقول لك الاسلوب الوظيفه، الاسلوب الوظيفه والحقول الدلالي. كنجيو لاخر حاجه اللي سؤال واحد اللي تيكون وعليه ثلاثه ديال النقاط، وهاد ثلاثه ديال النقاط ما نبغيكش تضيع، وهذا تقدر تكتب فيه تقدر تكتب فيه حتى 7 ديال السطوره 8 ديال السطوره 5 ديال السطوره، على حسب السؤال كيفاش داير. المهم هو اش تيقول لك، كيقول لك من خلال تحليلك السابق اعطيني واحد الخلاصه واعطيني الراي ديالك في هادشي اللي قال الكاتب. دونك هنا شنو كدير؟ كتمشي لهاد الفكره اللي خرجتي من هنا، وكتمشي لهاد التحليل اللي درتي هنا، وكتشدو كتلخصو ليا هنا، كتزيد على الراي ديالك. راه نقطه من هنا ونقطه من هنا ونقطه من هنا، يعني نقطه غير الا قلتي مثلا النص الذي بين ايدينا فكرته الاساسيه هي كذا وكذا وكذا، وقد استعمل الكاتب للدفاع عن قضيته ولا عن فكرته مجموعه من الحقول الدلاليه كذا وكذا، بالاضافه الى اساليب حجاجيه كاسلوب تقريري كأسلوب تقريري، وذلك بهدف الإقناع مثلا. قلتي في الأخر وكتقول لنا وأنا أتفق، أولى وأنا أعارض الكاتب في رأيه، وكتجيستيفي ضروري ما تعطيني واحد التعليل، ماشي غاتجي كتفق مزيان قول لنا شنو الرأي ديالك، إذا كنتي كتعارض قول لنا عاوتاني علاش. دونك ثلاثة نقاط، كتكون نقطة جبتيها من هنا ديجا مكتوبة هنا، كتشد غير داكشي وتعاود تكتبو هنا، نقطة من هنا ها أنت جبتيها عاوتاني هنا، وكتزيد النقطة ديال إبداء الرأي. هذا هو مكون النصوص، سواء كنتي باك ليبر سواء كنتي في السيزيام، هادو هما الاسئله اللي غتلقى وما نبغيكش تضيعهم. والله الا هادو 10 ديال النقيطات كاملين تجيبهم كاملين، هذا راه والو، هذا تا هو والو، هذا تا هو اللي فيه واحد شويه ديال الصعوبه. اما بالنسبه للتركيب راه غير هادشي كامل اللي شفتينا راه كتجي كديرو في التركيب صافي. هذا هو المكون ديال النصوص، وجيب لي شي امتحان قديم ما فيهش هادشي اللي هضرت عليه، راه ما تلقاش ملاحظه نص الفهم التحليل والتركيب، لا تلقانيش الاسئله، تلقى 1 2 3 4 5 6 ولا تلقى 1 2 3 الف ب باء جيم وكذا. دونك سالينا مع مكون النصوص. حاجه اللي نقول لك هو اقرا النص مزيان باش تفهم الفكره ديالو، حيت الخطا اللي كيدير بزاف ديال التلاميذ هو انه كيقرا بالزربه كيفهم واحد الفكره، ولكن الكاتب راه كاين واحد الفكره اخر.
دونك داكشي كامل غتجي تبدا تشرح هنا هو الدافع عليه وكذا غيكون خاطئ عندك. ماشي علاش قرا النص ديالك واستخرج الفكره اللي صحيحه. قرا وعاود قرا وعاود قرا تفهم الفكره ديال سميتو النص. ولا العربيه راه نورمالمون الواحد راه ما غاديش يلقى فيها مشكل. اجي دابا ندوز المكونين ديال اللغه اللي بزاف منكم يقدر يكون تصدم وغيشوف بلي كاينين هنا بزاف ديال الطروس، ولكن غير باش تعرف بانه هذا راه ديال اولى باك وهذا بالنسبه للباك ليبر عندهم هاد الطروس هاد. ولكن واخا تشوف هادشي كتير عاوتاني راه في الاخر كاين واحد المجموعه ديال الطروس اللي كيتحطوا ديما. بالنسبه لاصحاب السيزيام الطروس اللي تنشوف انا بزاف في الامتحانات هو هاد العدد هذا، كنشوفوا بلي كيتحط عليه اوم موان واحد السؤال نقطه ولا جوج نقاط. هاد التمييز كيكون حتى هو بزاف. شنو عاوتاني المصادر كيقول لك اسم فاعل المشتق ديالو ولا مصدر المشتق ديالو كذا. الاستعاره مره ماشي بزاف. شنو عاوتاني الاستفهام، استفهام حتى هو تيتحط. دونك هادو هما اللي تيتحطوا بزاف. الاخرين كاينين ماشي كنقول لك ما تقراهمش، ولكن بدا بهادو هما الاولين حيت هما اللي غتلقى في الامتحان. بالنسبه للباك ليبر عندهم اللي كيتحط بزاف كاين الاقتراض، كاين الاقتراض، كاين النحت، كاين شكون عاود ثاني صافي. هادو هما اللي تقريبا تيتحطوا بزاف، الاقتراض النحت والاشتقاق. الاشتقاق هو تيتحط على شكل جدول. الجمله الاعتراضيه مره الاتساق مره نزيح حتى مره مي الغالبيه كتحط هاد النحت. هاد الاقتراض بعدا بزاف كيتحط، و الاشتقاق حتى هو تيتحط المصادر واسماء الفاعل وكذا وداكشي. دونك الاسئله اش كيكون؟ كيقول لك سواء استخرج من النص، جبد لي من النص واحد التمييز، ولا جبد لي من النص واحد العدد، ولا جبد لي من النص واحد الكلمه معربه ولا كلمه مقترضه، ولا تيقول لك جبد لي من النص واحد الكلمه منحوته ولا جمله منحوته ولا شي حاجه بحال هكا. والسؤال الثاني كتلقى كون جمله مفيده. دونك انت قبل ما تمشي ديجا سير مسلح بواحد الجمل مفيده، مثلا جمله مفيده فيها تمييز، جمله مفيده فيها عدد، جمله مفيده فيها مصدر. هادو ديهم معاك باش غير يعطيك يقول كون جمله تكون عندك ديجا. وحاول ما امكن ما تاخذش دوك الجمل اللي كاينين في الانترنت حيت غتلقى بزاف ديال الناس كيديرهم. صايب جمله ديالك خاصه بك انت باش ما تحسبش لك حاله غش. دونك كيف قلت هادو هما اللي تيتحطوا بزاف واللي نبغيك تركز عليهم في كل جهه، زعما سواء الناس ديال اولى باك ولا الناس اللي عندهم باك ليبر. وكيف قلت لك راه الغالبيه هما الاسئله اللي تحطوا يستخرج من النص، كيكون طابلو ولا كيكون جمله ولا شي حاجه بحال هكا، كيقول لك خرج جمله ولا كيقول لك كون جمله مفيده. ما كاينش زعما الاسئله اللي بزاف وكتكون جوج ديال الاستخراج وجوج ديال انك تكون دوك الجمل. دونك انت جوج نقاط ديهم معاك، انت ديهم معاك من هنا، انت غادي بهم من هنا مسلح بهم ضامنهم وانت باقي ما مشيتيش للامتحان. وبالنسبه لسميتو الدروس واخا يبانوا لك هنا كثار، راه الناس شارحينهم، راه تقدر هادشي كامل تلقى الناس شارحينه في ساعه ونص كاع ماكسيموم، راه بزاف ساعه ونص غتلقى الشرح ديالهم كامل. ولكن المهم هو انك تريني وانك تمشي للامتحانات، حيت الا مشيتي تجي كتفهم في الدرس ملي تجي الامتحان ما تعرفش كيفاش تجاوب. داكشي علاش ها هو كيفاش غادي تجاوب. استخرج كون، هادو هما اللي كاينين بزاف. دابا ندوزو للمكون ديال الانشاء والتعبير اللي عليه 6 ديال النقاط. دونك قبل ما نهضروا على هادشي، الانشاء والتعبير راه بحالو بحال المقال في الاجتماعيات، مقدمه عرض خاتمه، ديما مقدمه عرض خاتمه. عمرك ما تجي وتكتب الانشاء والتعبير غير هكاك، غير كتكتب ديما مقدمه. فرق ما بين مقدمه وعرض، وفرق عاوتاني ما بين عرض وخاتمه. اي مقال اي حاجه بغيتي تكتبها من غير الى لقيتي في السؤال اكتب فقره. شي نهار اللي تلقى في السؤال اكتب فقره، هنا نقول لك ما ديرش مقدمه وعرض وخاتمه، هنا كدير غير جمله في الاول اللي كتكون هي بحالها مقدمه وكتكمل، ما كترجع للسطر ما حتى شي حاجه، وكدير العرض تما في وسط هذاك التكست، والخاتمه كتكون حتى هي جمله. دونك في الفقره ولا في الباراغراف، هادشي راه في لونجلي بالنسبه للناس تحت اللي عندهم لونجلي، كنديروا جمله اللي كتكون هي عباره عن المقدمه وكنكملوا، ماشي كنرجعوا للسطر، وكنديروا العرض ديالنا وكنساليو بجمله عاوتاني خاتمه. ولكن في العادي ما كايناش فقره، ما قالش اكتب فقره، هنا كدير المقدمه ديالك كامله فيها جوج سطور ثلاثه اربعه على خمسه على حساب، كدير العرض ديالك، ودائما العرض يكون كبر من المقدمه وكبر من الخاتمه، وفي الاخر دير الخاتمه ديالك. المقدمه العرض الخاتمه هذاك شغلك هذاك، انا ما غاديش ندخل دابا في هاد الديتاي. تكون عندك ديما مقدمه خاصه بك انت، ماشي خايدها من شي بلاصه وجايبها وحطها، لا ديالك انت خاصه بك. يعني السيد اللي كيكون كيصحح يحس بلي المقدمه نتاج ديالك انت، فوكابيولير ديالك انت، ماشي خايدو من الانترنت. وهذا الشيء باش غايجي بلونطريم وملا تخدم بزاف ديال الامتحانات. اوكي باش نتفاهموا على اون جينيرال كيفاش كتكون. انا كيف قلت ما ندخلش في التيتاي، المقدمه راه باينه، كتنقز ربعه ديال المربعات كتشد المقدمه ديالك، كتسالي كدير نقطه كترجع للسطر، تتبدا عاوتاني تنقز ربعه المربعات، العرض كتسالي نقطه كترجع عاوتاني للسطر، ربعه المربعات خاتمه نقطه، وانت ساليتي غير هاد الديمارش هادي اللي وريتك دابا ديجا غادي تضمن بها واحد النقطه. انت حيدتي نقطه دابا غير وانت مقاد السيستم ديالك وكذا. دابا شنو كيتحط لي؟
بالنسبه للناس ديال السيزيام كتكون عندهم سوا توسيع فكره سوا تحليل صوره. بحالاش توسيع فكره؟ توسيع فكره نجي عندك كنقول لك فيروس ديال كورونا نجات عليه واحد المجموعه ديال النتائج واحد التغييرات في العالم. توسع اخويا هذه الفكره، يلا توسع لي هذه الفكره كاين ما يتقال. وكتجي دير في الاول واحد المقدمه مثلا على فيروس كورونا، هو واحد الفيروس اللي صدم العالم في سنه 2020 في 2020 حتى واحد ما كان متوقعه كذا 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 كذا. دونك شنو هما النتائج ديال؟ وغادي تجي في العرض ديالك كتقول من بين النتائج انه ولا عندها في الجانب الاقتصادي في الجانب الاجتماعي في الجانب وفي الاخر دير لي واحد الخاتمه ديال بالرغم من هذه النتائج كامله ديال الفيروس الا انه تعلمنا منه بزاف ديال الدروس انت سالت الخاتمه ديالك صافي انت ناض توسيع فكره هي هذه كتشدك الفكره كتفلسف فيها مزيان باش تخرج فيها كاع دوك الافكار ديالك انت من مورا كاين تحليل صوره ما عرفتش تحليل صوره كتشد واحد الصويره شوف شنو كتشوفها واش كتشوفها بنادم واش كتشوفها الطبيعه واش كتشوفها الشتاء واش كتشوفها الشمس الله اعلم وتبدا تحلل لنا فهاديك التصويره وتغير عند الطريقه ديالك كيفاش كدير ما غاديش نهضر عليها هنا في الديتاي مي سير قلب عليها في يوتيوب راه تلقى واحد الشخص اللي شارحها دابا غادي ندوزو للناس ديال الباكليبر راكم بالنسبه للباكليبر ما عندهمش غير جوج ديال المهارات عندهم اربعه ديال المهارات كاين مهاره ديال التفاوض كاين مهاره ديال وضع خطه عمل كاين اعداد بطاقه حول فيلم كاين كتابه مشهد مسرحي بالنسبه لاعداد بطاقه حول فيلم وكتابه مشهد مدرسي هادو ما فيهمش مقدمه عرض خاتم هادو عندهم واحد الميثودولوجي خاصه بهم يعني هنا كتابه مشهد مسرحي راه تكون مسرحيه يعني ما درتش فيها مقدمه عرض خاتم واعداد بطاقه حول فيلم راه كتكون واحد البطاقه اللي كتشرح فيها وكتهضر فيها دونك ماشي فيها مقدمه عرض خاتم باغ كونتر هاد المهاره ديال التفاوض ومهاره ديال وضع خطه عمل هادو الانشاء كيكون عباره على مقدمه عرض خاتم بالنسبه للمهاره ديال التفاوض ووضع خطه عمل هادو هما اللي كيتحطوا بزاف في الامتحانات هما اللي كيتحطوا بزاف كيقول لك مثلا غادي تمشي دوز واحد لونتروتيان باش تقبل في واحد الشركه انت يلاه دابا شديتي الدبلوم ديالك دوزتي هاد المقابله مع المسؤول عن الموارد البشريه وفي الاخر قنعتيه باش انه ايروكريتيك ويخدمك دونك قول لينا كيفاش دازت ديك المقابله وكيفاش تفاوضتي معاه وشنو هما الاساليب اللي استعملتي باش انك تقنعو اولا تيقول لك مهاره وضع خطه عمل يعني انت مثلا بغيتي تصاوب واحد المشروع في واحد المجال جو سي با في التكنولوجي قول لينا كيفاش وضعتي الخطه ديالك باش هذاك المشروع يكون ناجح يعني منين جبتي الفلوس باش انك تمول داك المشروع شكون الفريق اللي خدم معاك كيفاش كنتو كتنظموا مثلا الاجتماعات هادشي كامل تدخلوا في هذاك الانشاء وفي الاخر في الخاتمه راه بالنسبه للتفاوض خاصك تقول النتائج اللي خرجتي بها يعني كيفاش في الاخر انه داك الشخص اقتنع واخا في الاول كان ما باغيش ولا بالنسبه لوضع خطه عمل غادي تهضر على التحديات اللي خلات على انه ديك الخطه عمل كانت واحد الوقيته ما تنجحش ولا المشاكل اللي تقدر تخلي انه ديك خطه عمل تفشل وهذا الشيء بالنسبه للناس ديال باك ليبر دونك كاين هنا عندنا واحد سته ديال النقاط الا جبت هذا الشيء اللي قلت لك اوموا غير البريزونطاسيون والافكار شويه ديال العربيه مقاده وكذا وداك الشيء راه تجيب واحد اربعه ديال النقاط اما انا هاد المكون ديال النصوص ما بغيتش نضيعو الا ضيعتي نقطه واحده مكون اللغه هذا اربع ديال النقاط ديالك هادو راه تغيب بزر باشتي هذا تقدر تدوز فيه ساعتين في النهار صافي تسالي مع تسدو مره طرق وصافي هذا تدوز فيه ساعتين مكون النصوص قلت لك غير هاد لابارتي اللي غادي تشد الوقت يعني تمشي تفهم شنو هما الاساليب الحجاجيه وكذا والتركيب تصايب واحد المنهجيه كيفاش انك تجاوب عليه وهادي حتى هي تاخذ لك واحد تقريبا واحد ساعه بحال هكا مكون الانشاء والتعبير هذا راه الخدمه هذا البراتيك هذا بالبراتيك باش غادي دير صافي المره دوز الامتحانات صافي دي اللغه العربيه هذه هي اللغه العربيه ما معقده ما مبرزطه ما حتى شي حاجه الفرق ما بينها وما بين سميتو الفرنسيه والفرنسيه فيها لي زوفر هنا ما كاينش لي زوفر هنا كاين عندنا واحد المجزوئات بحال مثلا صحاب سيزيام عندهم الهجره بحال التكنولوجيا الناس ديال الباكليبر عندهم العولمه الثقافه الاولى الهويه الثقافيه مجتمع المعرفه دونك هاد المجزوئات هادو سير قراهم ولا سير بحث عليهم باش غير تنمي الفوكابولير ديالك يعني يكون عندك واحد الفوكابولير ويكون عندك واحد اللغه اللي غادي تستعمل والروابط وكذا وداكشي حيت هاد المواضيع هادو الا ما كنتيش ملم بهم الا ما كنتيش فاهم فيهم واحد شويه وقاري عليهم واحد شويه فاش غادي تبغي تعبر غادي تلقى راسك خاوي الو كل مشيتي قريتي عليهم غير واحد شويه وعمرتي راسك غادي تلقى باش تجاوب نهار الامتحان دابا بقات لينا غير لابارتي اللي ديما تنديرها في الاخر وهي لابروف يعني البرهان على انه هادشي اللي كنقول راه صحيح يعني ماشي من فراغ ندوزو دابا للامتحانات نشوفو امتحان ديال الجهوي في السيزيام ونقدر ناخذو شي اكزامبل ديال باك ليبر باش نتاكدوا من هاد الهضره اللي قلت الو ناخذو شي مثال وهذا الخاص بالسنه الاولى من سيكل البكالوريا يعني صحاب السيزيام
هنشوفوا هذا الامتحان اللي جاو واش فيه داكشي اللي قلت ولا لا. هاي ماده اللغه العربيه جميع الشعب العلميه والتقنيه. دونك ها هو النص ديجا في العنوان وهما لي باراغراف 1 2 3 4 5 6 7. شوفوا الاسئله، لاحظ العنوان والسطرين الاخرين ثم سوق فرضيه قضيه مطروحه في النص. هاي السؤال اللي قلت لك الاول، ضع عنوانا مناسبا للفقره، للفقره الاولى واخر للفقره الثانيه، يعني بحال كيقول لك اعطيني الافكار الاساسيه بصيغه اخرى. قال لك اقرا الفقره 7 ثم اشرح محتوى في 3 اسطر، هي اللي قلت لك ديال قول الكاتب. استخرج 4 الفاظ داله على رفض ممارسات العلم التقني التي تمس بكرامه الانسان، ها هي الحقل الدلالي. عين المجال التي وظف فيها الانسان والتقنيه، ها هو سؤال مباشر جبته من النص. اعتمد الكاتب السرد والاخبار واكثر من ايراد الامثله، عين فقرتين هي ديال الاساليب اللي استعمل، ما الغايه من التوظيف، ها هي الوظيفه. للاستنساخ حيواني نباتي فوائد اقتصاديه كثيره، ما رايك اجي في 4 اسطر. دونك هنا قال لك عطيني الراي ديالك، هذا هو التركيب. دونك تجينا تعطي الراي ديالك بحال شي انشاء صغير، واحد الفقره، فقره هنا غادي ديرها بسيطه، غادي تعطي فيها الراي ديالك، ضروري من الراي ديالك. وبيان سور بيان سور خذ واحد شويه من الراي ديال الكاتب، ماشي تقول الراي ديال الكاتب ولكن تقول شي حاجه من النص، حيت هو ماشي غيجي يكتب لك راه هكاك، ما خاصك تعطي الراي ديال الكاتب على جهتك. في النص عدد جواز اكتب هنا كتابه، قال لك في النص عدد جاء على صورته الرقميه اكتب هنا كتابه لفظيه مع هذا الطيب بالشكل تاعها. هو قال لك جبد لي من النص اكتبه كتابه لفظيه. في النص عدد اخر استخرج، انت قال لك استخرج من النص، هاتي من انشائك، هو قال لك جيب من عندك. استفهام اريد به استهزاء، امر ها هو شي قال لك جيب من عندك، صافي هذو جوج الاسئله اللي قلت لك تعاودوا، ها التمييز ها النهي ها الامر ها الاستفهام. مشيو لتوسع فكره، لماذا ننمي؟ هذا هو السؤال الأهم. إننا ننمي من أجل الإنسان لكونه محور التنمية، ولا يمكن تحقيق أي تنمية بدون بناء الإنسان بناء شامل. أكتب موضوعا إنشائيا توسع في هذه الفكرة، يعني اعتذر فيه على التنمية، علاش خاصنا نديرو تنمية؟ توسع لي يا خويا، قول لي بلي هضر لي شوية على التنمية البشرية وشنو هما الطرق اللي كنقدرو نديرو وهي غادة. دونك حنا خدينا إكزومبل، شفتيه لاحظتي معايا بلي داكشي اللي قلت لك هو اللي كاين هنا، ما كاين حتى شي فرق. وقد ما خدمتي امتحانات بزاف قد ما تولي متعود على الاسئله وكيفاش تجاوب عليها. نمشيو دابا لواحد الامتحان ديال الناس ديال باك ليبر. دونك ها هو النص، تعليم المستقبل، ها هو قلت اقرا النص، قراءة متأنية واجب على الاسئله التالية. المجال الرئيسي الاول مكون النصوص، انطلق من العنوان الفقره الاولى وسرد موضوع النص. السؤال اللي شفنا في سلايد، استخرج افكار النص الاساسيه حتى هو هضرت عليه، اشرح قول الكاتب حتى هو هضرت عليه، في النص حقلا دلالي حتى هو هضرت عليه، ابرز من خلال النص دوافع التي جعلت حتى هو هضرت عليه، سؤال مباشر، وظف في الكاتب اسلوب الحجاج حتى هو هضرت عليه، مثل لذلك موظفا وظيفه، اكتب فقره تلخص فيها ما ورد في النص من افكار مبنيه وجهه نظرك فيما طرحه الكاتب في المستقبل، ها هي ثلاثه النقاط. حدد الوسائل اللغويه التي اسهمت في اتساق الفقره الثانيه من النص، دونك تستخرج من النص، ركب جملتين مفيدتين. المجال الرئيسي مكون تعبير الانشاء، تصور انك استدعيت لاجراء مقابله قصد اختيارك لتكون ممثل احدى الشركات المواد الغذائيه، اكتب موضوع الاجراءات التي قمت بها اثناء المقابله، المهارات التي ستوظفها لجلب الزبناء وجعلهم يقتنعوا. وفوالا داكشي اللي قلت لك هو اللي كاين في امتحانات، وانا عطيتك الغايه وعطيتك كلشي داكشي اللي غادي تخدم به. دونك هادشي اللي كاين، كنتمنى انك تكون استفدتي من الفيديو، عرفتي دابا كيفاش غتعامل مع هاد الماده، راه ماكسيموم باش تفهمها غادي تاخذ نص نهار ولا نهار، والايام الاخرى غتبقى لك خدم فيها بزاف ديال الامتحانات باش تعود وباش التعبير ديالك يتطلق مزيان. كنتمنى انك تخلي لي الراي ديالك في واحد الكومونتير لتحت، تقول لي واش استفدتي شي حاجه ولا ما استفدتيش، باش نكمل في هذا النوع من الفيديوهات. وكنتمنى انك تبارطاجي الفيديو مع شي شخص اللي قريب ليك، صاحبك، اي واحد تبان لك باللي تالف وما عارف ملي غيجي هاد الماده هادي واش يقول بانه ما غادي يدير فيها حتى شي حاجه. تهلا ليا فراسك، نتشاف غدا ان شاء الله في فيديو جديد.